في انواع كده من البطولات بتحتاج مجهود كبير قوي قوي من صاحبها ومن البطل اللي هياخد اللقب. ليه؟ لان هي بتحتاج في الحقيقه يعني بيقولوا عليها كوميتمنت كده، او انك تبقى بتعملش حاجه في حياتك غير انك متفرغ للبطوله دي من اول اكلك لتمرينك لكل حاجه. احنا بنتكلم عن بطوله زي مستر اولمبيا اللي في الحقيقه عندنا مصريين شرفونا فيها كتير جدا جدا، نماذج كتير. واحنا هنتكلم النهارده عن نموذج لبطل مصري قدر ان هو يحصد المركز الاول وميداليتين ذهبيتين في بطوله مستر اولمبيا 2022 للقوى البدنيه والمقاومه حاليا في لاس فيغاس بالولايات المتحده الامريكيه. لاعب دولي مصري اسلام عبد المعين اللي شارك في لعبه البنش بريس والديد ليفت، ودي اللي بتعتبر المره الثالثه اللي بيحصد فيها لقب البطوله. خلونا نشوف تقرير عنه. للمرة الثالثة تمكن اللاعب المصري الدولي إسلام عبد المعين من الحفاظ على لقب الصدارة في بطولة مستر أولمبيا، حيث حصد المركز الأول وحقق ميداليتين ذهبيتين جديدتين في لعبة بنش بريس وديد ليفت، وذلك خلال مشاركته في منافسات بطولة مستر أولمبيا 2022 للقوة البدنية والمقامة حالياً في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية. منافسات صعبة خاضها اللاعب المصري إسلام عبد المعين، حيث واجه لاعبين محترفين من دول مختلفة مثل أمريكا وروسيا وكرواتيا، إلا أنه استطاع التغلب عليهم وتم تتويجه بميداليتين ذهبيتين جديدتين في البطولة. بدأ البطل المصري حياته في ممارسة الرياضة في سن 5 سنوات، وكان والده يشجعه على الرياضة لكي يصبح بطل العالم ويحمل اسم مصر بين الدول، وحصل على لقب بطل العالم وإفريقيا في لعبة الكاراتيه في عام 2005 وحتى عام 2010 على التوالي، كما حصل على المركز الثاني في بطولة العالم للمحترفين في لعبة القوى البدنية والتي أقيمت بالولايات المتحدة عام 2018، وكذلك حصل على الميداليتين الذهبية والفضية في بطولة مستر أولمبيا في أمريكا أورلاندو 2021، الميدالية الذهبية في لعبة البنش بريس والفضية في ديد ليفت القوة البدنية، وأيضاً حصد فضية أقوى رجل في العالم وحصل على لقبها من قبل في أعوام 2019-2021.